عصام الخيسي مستشار اعلام ورئيس مجلس اداره شركه السحاب للتجاره والاستيراد والتصدير، ومن اهالي المنطقه، من اهالي منطقه صرف اللبن. ما اعتبرش متحدث رسمي، ولكن من احد ابناء المنطقه اللي بيهمهم المنطقه ويهمهم مشاكلها. يعني طبعا للاسف صفه اللبن تتشح بالسواد، ويبدو ان قدر ابناء صفه اللبن، منطقه فيها مليون نسمه، يبدو ان قدرها ان تفيق من كارثه لتصحو على كارثه اخرى. من شهر 12 اللي فات صدمت عربيه، صدمت السور، نزل على ثلاثه ابرياء من اهل المنطقه ليس لهم اي ذنب، فقضوا حتفهم وقامت الدنيا ولم تقعد، ولكنها قامت مرة أخرى على حادثة أفظع، وهي سقوط ميكروباص أصفر عن 13 قتيل من أهالي المنطقة ومنطقة قريبة اسمها كرداسة. طبعا لما الكوبري منذ إنشاؤه مشكلة مستعصية، يبدو أن في مشكلة هندسية، ولكن أصبحنا تحت أمر واقع أن كوبري يقسم فوق 3 مليون مواطن. احنا قدمنا حلول وعملت مذكره شهر 12 لرئيس مجلس الوزراء ولمحافظ الجيزه، مذكره مفصله بالحلول، وقلنا الحلول على ثلاث محاور. المحور الاول هو استرشيد سلوك السائقين، وهو الاهم. ليه؟ لان اولا السائق اللي اول مره بيركب الكوبري في مشكله، المنحنيات خطره، فمشكله مش تحت الحادثه، بينزل تحت على رؤوس الناس الموجوده تحت. كذلك في سرعه سائق زي سائق السواقين الميكروباص، فقلنا لابد من ترشيد سلوك السائقين. الترشيد مطبات هوائيه، رادارات دوريه ثابته، ودوريات متنقله تحد من سرعه السائق على الكوبري، وهو ده الاساس. حتى لو حدثت حادثه لن تسقط من فوق الكوبري. قبل كده اتوبيس كامل سقط. المنطقه في محور 100 متر في 6 مدارس. تخيل ان الكارثه دي حصلت اثناء المدارس، كان هيبقى عدد لا باس به من القتلى والمصابين الابرياء. وبناء عليه ده كان المحور الاول، ترشيد سلوك السائقين. المحور الثاني هو العمل على معالجة هندسية تقوم بها خبراء الطرق والكباري في كليات الهندسة وفي هيئة القوات المسلحة. وأنا تواصلت مع المهندس دكتور هاني عازر مستشار الرئيس السيسي للكباري، وراجل أعلى مستوى من الكباري، وهو اللي مصمم كباري ألمانيا، برضو يكون له رأي. يتم عمل ويارات بحيث انها تمتص الصدمات، بحيث ان في حاله حدوث حادثه لا تسقط على الناس اللي تحت. ولابد من وجود صيانه دوريه للكوبري. اللي حصل لما حصلت الحادثه وحصل استجوابات في مجلس الشعب، وقدمنا لرئيس الوزراء، معايا صوره مذكره بعطيك اياها، لما حصل بداوا يحلوا، وجه المحافظ نفسه وجه مدير الامن وجات الجهات الأمنية وبدأ التحرك، فعملوا مصدات خرسانية جيدة، ولكن المشكلة تم إيقاف المصدات ولم تكتمل.